واحد واحد ثلاثة خمسة سبعة. أيوة برافو. أنا كان نفسي أتعلم، أبويا مسعيدي مش راضي يخليني أتعلم. يابا نتعلم؟ قال لأ البنات غلط. صبيان أعلمهم، علمهم ورجعنا تاني. لما لقيت فرصة الأبلة قلت لها أخش، قالت لي أجيلك لغاية تتعلم. قلت لها لا ده أنا هاجي لحد المدرسة عشان أحس إن أنا جاية المدرسة. ألف دال كتبت لام ألف أهو. وزارة التضامن بتهدف لمحو أمنية مليون مواطن في المبادرة على مدار 3 سنين. بدأنا ننزل لأرض الواقع وتقابلنا مع الحاجة زبيدة، لقينا منها شغف غير عادي، لقينا منها حب للعلم غير عادي. برافو برافو برافو. كان نفسي أقعد على تختة والله، أول ما خشيت قلت والله كان نفسي أقعد على تختة. ما تأخرتش في حاجة. الواحد عايز يبقى حاجة في الدنيا، مش واحد يسحبه ويمشي، بس دي الحياة. سلام. لقينا ترحيب غير عادي، لقينا منها إصرار، لقينا منها عزيمة، لقينا منها كل حب للتعليم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها كذب ثمود بطغواها إذا بعث أشقاها. أنت قلت خش في الهيصة بقى. أنا بعيد من قبل العيال. مش خفرحة.